اسمي نوها عابدين، بنت المفقود عابدين البوزي. احنا اصلا كنا عائله الحمد لله تكون من 5 اولاد وبنتان، كنا نعيش في العيون العاصمه. فاثناء دخول الغزو المغربي بدات الناس تهرب يعني من الغزو كله، كانت خالقه نقطه استراتيجيه كانت هي اللي حاثه عليها الجبهه الشعبيه باش الناس تواجد فيها تعود هي مصدر الانطلاقات. شبينا بونا من العيون وقسنا من مضريقه في الجنوب الشرقي من الصحراء، ظانين عن فم بر الامان. ومضريقه يعني فيها مصدر الماء والرتعه، يعني مكان استراتيجي زين. وجينا فماتي فوتنا تقريبا شهرين، تمينا ليوم 18 فبراير الساعه تقريبا 10 ولا 11، احنا نلعبوا صغيرين انا واخوتي قدام الخيمه، لين جاوا الطياير وتباركوا معايا قصفوا في مضريقه. وبدا فماتي العياط وبدات الدنيا تصحق وشلال الموت والحريق وحنا فوق الكديان خرس القصف كامل ركز على اعلى اللي في سفح الجبل اللي في شمال الجبل، قصف كامل وقفل. حنا خيمتنا وخيام معانا جيراننا قبل الكدية غير قارين قبال الكدية، سلكنا من القصف. قال ذلي كامل في السهب وفي الواد اللي هو اللي خلق فيه شيء. ومنين بدينا خرصو بدينا نزغو انا وخوتي تاك بعضنا وتغطينا ملحته وتبركنا باش ما نشوفو شوف لا شظايا الخير شلاء البشر وشلاء. وحنا مالي قريب منا يعني في سفح قبال الجبل، والنار قايم والعياط قايم والحرايق، منظر مروع ما يقد قاع يمرق مثل مخيلتي. لا يعني ذاك المنظر شيء تم لا متواصل من يوم 18 فبراير هو متواصل الين عاد تقريبا ما عرف كان يوم 30 ولا يوم 1 اسبوع ولا اثنين، هما اللي يمشوا عمر رجوله هي طياره واحده سابعه واحده مراجع. طلع اول شيء الناس الجرحى ومفماتي الناس المدره كامل. المهم احنا عائلتنا من اخر عائلات انطلقنا منتصف شهر 3 ولا قاع اخر حال. منين قبال الاثنين اللي انطلقوا انا والدي كان من مقاتلين قبالات الفوله، وجينا فما المضريب وجانا ليلتنا قبال لهي نمشوا جايين. قطع عنه اخر شوفه له من يرفدني وطرحني في عبون امي في الكاميون، هو اخر شوفه لوالدي فيه. المهم جينا احنا هون جينا هون لقابوا حال وتمينا نحانوا الوالدة تلهي لا هي تبع ما تبع الذي يلعب جا واحدين من الرياف عقب له وقالوا لنا أنا قبض القوة اللي ما اللي محتل البلتو ما أرجع منها مستقبلا أنا خاطط عليه وقبضته هو ثلاثة معه. منين جينا هون بدينا نبحث وذلنا بعدين عرفنا ليش تمينا اللي في البحث وذلي جانا الصليب الأحمر، قلنا له عنا باقي نعرف مصير والدنا ومنين محبوس وذا منه القبض والطريقة اللي نحبس فيها كيفاش وعلاه. مشاو يبحثوا الصحراء بالصليب الاحمر ولا جابوا لنا حل. تمينا لا عندنا امل دائما عن اللي هنا جبر والدنا، تمينا بهذه الطريقه الى في الشهر 10 2010 جاونا هون وفد من النشطاء الحقوقيين في سكان جدهلو، وعلى هذه الطاوله هون فابرا ديسا في الموقع. وكل ايام عبد السلام ما هو حاضر وقفت نرحب به من نيابه عنه هون في بنتي تتكلم عرفت براسي قامت سكان جدهلو وقالت شرف لنا عظيم عنا جبرنا من الشهيد عبيدين. قالت والدك كان مع عمامي اثنين الهيبة والجدهلو وعمها الثاني كانوا في السجن الأكحل، عبيدين بويانا كانوا حابسينه في منطقة قال البوير في البلاية وكرف به البرد وجابوه للطب فم دخل السجن الأكحل. وقالت يا نعم قالت للشجاعة ونعم الأب ونعم ذو لا قعدت تتكلم قلت انا نبكي وما رقت عنهم ولا تتقع عرفت ليش. المهم عقب ذاك بعشرة ايام مرق المجلس الاستشاري الملكي لحقوق الانسان في المغرب، مرق تقرير داير فيه ما يقارب تقريبا 160 رقاج والله من فهم كلها عدلوا لكن عاج الراجل هذا مات من مرض كذا وهذا مات من عرف كم. المهم ذيك اللائحه فيها اسم والدي لانه عابدين والبوزيد توفى في السجن الاكحل على اثر مرض العضال 79، هذا هم الكاتبين عنه مش يقير خالق اثار من الالم وجرح باقي في العائله دائما. ذا اللي مفقود ما معروف له شيء انت دائما تتصور عنه ذات يوم لا يدخل عليك موك والله يتجبره، يعني تم دائما مرتبط يعني املك بلقائه. وكل مره يعني من تسمع حد مثلا يتكلم عن المفقودين ولا ذا تبقى تصنت يا كان بوك فيهم يا كان كذا فاهم. هذا مقط وحاسب ضابط مغربي ولقط وحاسب مخزني
ولا قط حد قاع سولو على الاخبار فهم ذاك والله بزين. وذا القانون الاعلان العالمي لحقوق الانسان مال فيه 30 ماده، الماده واحده فيه هي لكل انسان الحق في الكرامه، سابق الحق في الحياه رقم 2. منين هي كرامه اهل الصحراء؟ منين هو حياتهم مثلا على الهاديه اللي فوطنهم؟ منين قصرنا عند القانون؟ والله القانون يسد لا يعني يطبق لا على الضعفاء امال القوي ما، والقوي راه ما هو قوي في القضيه، قوي لانه ظهره محمي. كيف المعدله فرنسا بحق الفيتو ضدنا احنا؟ فاهم يا قير ما ضاع حق وراءه مطالب ولانا ساكتين عن حقنا. وبه اللي الحق حق والباطل باطل، ودائما مهما يكون طال الزمن ولا قصر الحق لا يظهر، والصحراء لا تقبل استقلاله ولا تقبل حريته ولا تقبل حقوقها. يسوى طال المقرب ويسوى قصر، عمل نحن ما نحضر فيه قال لي احضر اولادي.